هذه السترة الشرعية أوقف فيها هذه الطاولة الصغيرة حتى يستتر بها وهي والله يا أبو مازن أعطيني طاولة من هذا ولا البلاستيكات. فاستتر بها سترة شرعية 100%. وغيره كان يستتر بها بهذه الطريقة. وهذه الفتحة والارتفاع لا يساوي السترة الشرعية. هذه هي السترة الشرعية وهذا الارتفاع كما ترونه. وهي حاجز بهذه الطريقة بين الشيطان وبين المرور في قبلتك، بينما هكذا يدخل من هنا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لنا: إذا صلى أحدكم فليصلي إلى سترة وليدن منها ولا يقطعن الشيطان عليه صلاته. فنحن نضع السترة ليس من إخواننا المسلمين الذين يمرون، وإنما نضعها من الشيطان الرجيم الذي هو عدو لنا. الذي قال الله عز وجل فيه: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. وهو أحرص أن يضيع عليك صلاتك وأن يقطع عليك صلاتك. فلما تدخل المسجد لا تقف في وسط المسجد أو في طرف المسجد تصلي بدون سترة. ارفع صوتك وحشد حنكك. أيوة. أيوة. فالسترة واجبة في أصح أقوال أهل العلم. وقد ذكرني فعل الأخ بأن أذكركم، والذكرى تنفع المؤمنين. سواء كنت في المسجد، في الطريق، في البيت، في السوق، في أي مكان، اتخذ سترة ارتفاعها ذراع، مثل مؤخرة الرحلة. هذه هي السترة الشرعية. الأسئلة يا إخوان الكرام تكون إن شاء الله في نهاية المجلس، حتى لأننا ربما نجيب على سؤالك ونحن نتكلم. حتى في المسجد الحرام، even the المسجد النبوي and مكة، في المسجد الحرام والمسجد النبوي وفي أي مكان لا بد أن تتخذ سترة، وليس هناك مسجد مستثنى من وجوب اتخاذ السترة. Anywhere you go, you should have something in front of you, even in Mecca and Medina. وبعد هذا ندخل إلى الحديث السابع عشر. And now after this, we're going to go to the hadith 17th, inshallah. من الأربعين حديثا في اصطناع المعروف. From those 14 hadith, inshallah, we're going to explain about doing good things in this hadith. للإمام المنذري رحمة الله عليه. للإمام المنذري. May Allah forgive him. والحديث السابع عشر عن أبي بردة عن أبي موسى الأشعري، يعني أبو بردة عن أبيه.
and Abi Burda, he was talking about his brother Musa al-Ash'ari. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. Said the Prophet said, peace be upon him. إذا جاءني طالب حاجة فاشفعوا لكي تؤجر. If someone asks me to do some favor or help, please forgive them, so Allah will forgive you. ويقضي الله على لسان نبيه من ما شاء. And Allah Azza wa Jal will do what the Prophet said for people, like blessing, help. وهذا الحديث حديث رواه البخاري ومسلم. This hadith Muslim mentioned that in his book and Bukhari. وفي رواية عن معاوية رضي الله تعالى عنه. Also معاوية said. عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. And the Prophet Muhammad صلى الله عليه وسلم said. اشفعوا إلي تؤجروا. Try to forgive people, Allah will reward you. وإني أريد الأمر فأؤخره. And I want to do something and I will make it late. حتى تشفع إلي فتؤجر. Until you ask me for help and Allah will forgive you. فالشفاعة أيها الإخوة الأحبة. شفاعة means like forgiving. شفاعتك لإخوانك عند الأمراء والسلاطين وولاة الأمر. You go to president, king, someone like leader. من الأعمال الصالحة. It's a good thing to ask those kings to forgive the others. It's a good reward for you. وذكرنا بالأمس الآية التي في سورة النساء. And we mentioned yesterday one of those verses in the Quran, سورة النساء. والتي تلاها أبو ياسر. أبو ياسر say it. والتي سيذكرنا بها اليوم أيضا. And he's gonna say it now. That's an الشفاعة. Oh, yes. من يشفع شفاعة حسنة يكون له نصيب منها. من يشفع شفاعة حسنة. If you do something for others, like forgive them, the good one, Allah will forgive you. وعن أبي أمامة رضي الله عنه. أبو أمامة said. عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. The Prophet Muhammad صلى الله عليه وسلم said. أنه قال. He said, من شفع لأحد شفاعة. If someone forgive someone, فأهدى له هدية عليها فقبلها. And give him a gift and he accepted. فقد أتى بابا عظيما من أبواب الربا. He went to the one of those riba which is interest door. وهذا حديث صحيح. And this is hadith صحيح. It's a good hadith. والشيء بالشيء يذكر كما يقال. And if you mention something, they will say. ذكر لنا الأخ محمد الخطيب. Those brother محمد الخطيب said. وهو كان ممن يعمل مع شيخنا الإمام الألباني رحمة الله عليه. He used to work with the Imam محمد ناصر الدين الألباني. May Allah forgive him. أنهم كانوا في مكان. They was in a place. ف اضطر الشيخ الألباني لأن يشفع لأحد الناس في مسألة. And the Imam Albani, he tried to help someone to forgive him with like problems. To intercede someone from like having a problem. So he tried to help him intercede. فقضى الله حاجة هذا الرجل بهذه الشفاعة. And Allah will help that person because the Imam did that. وبعد أيام جاء الأخ محمد الخطيب بتنكة زيتون للشيخ الألباني. After a couple of days, the man, the Imam al-Albani helped him. He came to the Imam al-Albani with تنكة. It's like. It's like a little container of olive oil. So in overseas, we have, they call it tanaka, it's a big box. هذا ما بيعرف تنكة الزيتون في بلادنا. ولو انه من بلادنا. فجاء بتنكة الزيتون هيك يعملها. فقال له ما هذا؟ The Imam said, what is this? تذكر الرجل الذي شفعنا له؟ He said, do you remember the person you tried to help him? جاء لنا بهذه التنكة هدية لك. He gave us this as a gift for you. قال أما سمعت حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. He tell him you don't hear the hadith of the Prophet صلى الله عليه وسلم. من
شفع لأحد شفاعة فأهدى له هدية عليها فقبلها فقد أتى بابا عظيما من أبواب الربا. هاي الحديث. So the hadith, the Prophet said for him who came intercede for someone and he give him a gift, he start opening a door for interest. أعدها لصاحبها. أعد هذه كنكة لصاحبها. Return it for the who own it. ولذلك يا إخوان الكرام إياك أن تشفع لأحد وأن تأخذ مقابل هذه الشفاعة شيء. Never intercede someone to get something rewarded for only hasanat. Don't get like gifts or stuff. وأعيد الحديث بناء على أمر أخونا أبو ياسر شيخنا وإمامنا أبو ياسر. سأعيد الحديث مرة أخرى. من شفع لأحد شفاعة فأهدى له هدية عليها فقبلها فقد أتى بابا عظيما من أبواب الربا. So the Sheikh he repeat the hadith. So anyone you do him a favor and you forgive him and he try to give you a gift, don't accept it because this is gonna open a big door for the interest, which is riba, which is haram. فالشفاعة يا إخوان الكرام مشروعة ليست ممنوعة. So helping others, it's not haram or it's not something bad. So we can all do this, but you don't have to accept gifts because you help me, I have to give you a gift. وهي باب واسع من أبواب الخير. And this is a big door for the good things and rewarded. ومن استطاع أن ينفع أخاه فلينفعه. And whoever can do this, this is good for the community. الحديث الثامن عشر. The hadith 18th. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال. Anas ibn Malik said. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. That the Prophet Muhammad صلى الله عليه وسلم said. من أغاث ملهوفا. Whoever tried to help or save someone. كتب الله له 73 حسنة. Allah would write for you 37 حسنة. واحدة منها تصلح آخرته ودنياه. One of them is gonna fix your dunya, which is your life. والباقي في الدرجات. When the rest is the level of you in the Jannah. وهذا الحديث له شواهد. This hadith have witness. منها حديث أبي ذر رضي الله عنه. أبو ذر said حديث. في الحديث الصحيح. It's a good hadith. ليس من نفس ابن آدم إلا وعليه صدقة في كل يوم من تطلع فيه الشمس. Every son of Adam have doing صدقه. It will come out from the sunrise. قيل يا رسول الله من أين له صدقة يتصدق بها؟ They ask about the Prophet from where they can give صدقة. لأنه الجسم هذا فيه 360 مفصل. 360 joints in this body. فكل مفصل عليه صدقة. Each joint have صدقة. من أين سنأتي ب 360 صدقة كل يوم؟ They ask the Prophet from where you're gonna give us this, from where we're gonna earn this صدقة. قال إن أبواب الجنة لكثيرة. The Prophet said the Jannah have many doors, the heaven have many doors. والتهليل لا إله إلا الله يعني. Saying لا إله إلا الله. والتحميد الحمد لله. Say الحمد لله. والأمر بالمعروف. And order people to do good things. والنهي عن المنكر. And tell people don't do the bad things also. وتميط الأذى عن الطريق. And removing bad stuff from the street and the way and the road. خاصة في بلادك وتميط الثلج الآن عن الطريق. It's like example removing snow from the way of people walking. وتسمع الأصم. And raise your voice for those deaf people. وتهدي الأعمى. And lead those blind to some place they need direction. وتدل على حاجته. And show them the way where he wants to get his stuff. وتسعى بشد ساقيك مع اللهفان والمستغيث. And also like make yourself stronger for those people need help. Just walk with them. أخونا فادي يعني شد بساق واحدة جزا الله خير. I came here to this masjid with one leg. إغاثة الملهوف هذا الملهوف. One of those brother asked me to translate and I'm on medication but it's still doing good alhamdulillah. وتحمل بشد ذراعيك مع الضعيف. And make your hand strong for those weakest people, just support them.
فهذا كله صدقة منك على نفسك. All this is صدقة إن شاء الله. ويشهد لهذا الحديث الذي رواه مسلم عن أبي هريرة. And there is a witness for this hadith. Muslim mentioned this عن أبي هريرة. عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. Prophet Muhammad صلى الله عليه وسلم said. قال كل سلامة من الناس يعني كل مفصل. All every joint in people like this part. This part. عليه صدقة كل يوم تطلع فيه الشمس. Each day the sunrise have صدقة. Or every day sunrise each one have صدقة. يعدل بين الاثنين يعني like يصلح بين الاثنين. If you're fixing problem between people like صدقة. This is صدقة. ويعين الرجل في دابته. And he give someone hand when he try to load his load on the you know for example horse. فيحمله عليها and he like put him above or raise it up ويرفع له عليها متاعه صدقة and lift his stuff and luggage and put it on this is also صدقة والكلمة الطيبة صدقة and to say a nice word and good word also صدقة وبكل خطوة يمشيها إلى الصلاة صدقة each step he walked to the masjid to pray also صدقة ويميط الأذى عن الطريق صدقة. Removing bad stuff from the way of people also صدقة. يعني مريت لقي واحد متعطل على الطريق مبنشر إيش مبنشر يعني؟ Have a flat tire. Someone need to push his car. ساعدته حتى يصلح العجلة. مط في السيارة وبده اشتراك بطارية. يتجوز يا شيخ. يتجوز. فتساعد تساعد لا الزواج ما فيش فيه مساعدة إذا بتساعده مصيبة ليش ديروا بالكم الله كان واحد من إخواننا مدرس معنا والشيء بالشيء يذكر فمدرس معنا وفي واحد مسكين على البركة يظل يقول له أبو داود ها الله يقول له أبو داود يقول له أبو داود بدي أجوزك وأول ليلة إلي أساعدك Sheikh said that joke about someone tried to get married the first night. He said, "You want to help me? No, can't help me the first night." ما أخطأنا. هذه مساعدات باطلة. هذه مساعدات باطلة. بارك الله فيكم. فالمساعدة في الحق في الخير. ترجمة راحت. طيب. الحديث التاسع عشر. The hadith 19th. عن أنس رضي الله تعالى عنه قال. أنس رضي الله عنه said the prophet said. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. But the prophet mentioned إن شاء الله. إن الله يحب إغاثة اللهفان. Allah asks us to help those people need help, so you get rewarded when you help others. وتكلمنا في أحاديث كثيرة عن إغاثة اللهفان. We've been mentioning a lot of hadith about helping others. الحديث العشرون. The hadith 20th. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ابن عباس رضي الله عنه said the prophet صلى الله عليه وسلم said. كل معروف صدقة. Every good thing is صدقة. والدال على الخير كفاعله. If you lead people the good to the good things, also the same one you rewarded for the same one he did. وإن الله يحب إغاثة اللهفان. Allah asks us to help those people, love those people, help those poor people. وهذا كله مضى معنا في الأحاديث السابقة. And all these we've been passed through those hadith. وهناك حديث من شواهد هذه الأحاديث. Is a lot of hadith look like the same hadith with witness. لو جرت الصدقة على يد 70,000. If this صدقة went through for those 70,000. كان أجر أجره آخرهم مثل أجر أولهم. So if I did sadaqah from let's say 70,000 people, my reward is going to be the same 70,000 people. يعني لو 70,000 اشتركوا في أداء صدقة واحدة، واحد يدل الآخر يساعد الآخر، فكلهم شركاء في الأجر. So if 70,000 people they gather to do one of those sadaqah and one of them he just done one. So the reward is going to be for the whole 70,000 people. وهذا الحديث الذي سنقرأه يا إخوان الكرام انتبهوا له جيدا. Make sure you pay attention to this hadith. لأننا سنبين فيه أصلا من أصول الدين. This is one of the major base and
majority knowledge in the Islam we should learn. ونرد فيه على كثير ممن يحلو لهم تحريف الدين. And we answer to those people who try to change the religion. فسأقرأ الحديث أولاً ثم أشرحه. We're going to say the hadith and then we explain it. روى مسلم في صحيحه عن جرير بن عبد الله البجلي رضي الله تعالى عنه. مسلم سيد حديث عن جرير بن عبد الله رضي الله عنهما. قال كنت عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في صدر النهر. I was there by the Prophet صلى الله عليه وسلم. فجاءه قوم حفاة عراة. And there's like a people came to the Prophet. They have no clothes and no shoes. مشتابين نمار. They have some. يعني العباءات. Like one of those Arabian tradition clothes. والقباء هذا من الأقبية. And قباء is like the cloth we wear, the long one. متقلدي السيوف يعني السيوف في أعناقهم. They arm with sword. عامتهم من مضر قبيلة من قبائل العرب. They are from the public of the Arab nations. فتمعر وجه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لما رأى بهم من الفاقة. The prophet was like his face changed when he saw them. فدخل يعني على حجره. And he went to his room. ثم خرج. And then he went back. ما وجد لهم شيء يعني في البيت. He didn't find anything for them in the house. فأمر بلالا فأذن. He ordered Bilal to make adhan. فقام وصلى. And then they stand for prayer. ثم خطب الناس. And the prophet did lecture and khutbah. فقال يا أيها الناس. All people. اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة. Fear of Allah and the one He created from same. وخلق منها زوجها. And created a couple of us, men and women. إلى آخر الآية إن الله كان عليكم رقيبا. To the end of the ayah, Allah was watching us. والآية التي في سورة الحشر. And the verse in سورة الحشر. اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. Do the taqwa for Allah Azza wa Jalla and make sure you look for what you're going to give for tomorrow. تصدق رجل من ديناره. Someone gave a one for dollar, for example. من ثوبه. From his cloth. من صاع بره. From his بر. من صاع تمره. From bread or dates or food from the house food. حتى قال ولو بشق تمرة. Even from like half of dates or half of fruit. قال فجاء رجل من الأنصار بصرة. One of those Ansar, they came from his house with a, let's say, a basket. Baggage. Basket or luggage. كادت كفه تعجز عنها. He can't hold it, it's so heavy. بل قد عجزت. And it's so heavy, he can't hold it. قال ثم تتابع الناس. And then people, they gather. حتى رأيت كومين من طعام وثياب. People start bringing food and clothes. It's like big. حتى رأيت وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم كأنه مذهبة. Until يعني I saw the Prophet face مضيئاً. Shiny. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. The Prophet صلى الله عليه وسلم said. من سن في الإسلام سنة حسنة. Whoever did sunnah in the Islam, good sunnah. فَلَهُ أَجْرُهَا وَأَجْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا مِنْ بَعْدِهِ. He can get rewarded, and the people do it after him, he get rewarded also. مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْقُصَ مِنْ أُجُورِهِمْ شَيْءٍ. Without losing any benefits or hasanat from that job. وَمَنْ سَنَّ فِي الْإِسْلَامِ سُنَّةً سَيِّئَةً. Whoever make haram things in Islam. كَانَ عَلَيْهِ وِزْرُهَا. He got actually been punished for this. ووزر من عمل بها بعده من غير أن ينقص من أوزارهم شيء. And whoever make this mistake after him, he get also punished for that. هذا الحديث يا إخوان الكرام كما نبهت في البداية. This is a very important hadith. أصل من أصول الدين. This is in the majority of the Islam. You must learn this hadith. وقد استمعنا إلى سبب وروده. And that's why we heard this hadith and why we hear this hadith and why we say it. وإلى خلاصة هذا الحديث. The
most important topic in this hadith. من سن في الإسلام سنة حسنة. Whoever make حسنة, the good حسنة, he get rewarded in credit. الآن كثير من الناس. A lot of people. يقولوا بدعة حسنة. They do بدعة حسنة. Something is not from the Islam or the way of the Prophet. They add it to the deen. ويتركوا قول النبي صلى الله عليه وسلم سنة حسنة. And they said this is sunnah. This is not sunnah. وهذا ابتعاد عن الألفاظ النبوية. This is way far from the prophet words. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال وكل بدعة ضلالة. The prophet said those بدعة mean بدعة it's مرت علي بدعنا. Innovations like you adding something to the deen and it's not from deen and you call it from the deen. وليس في البدع بدعة حسنة. And there is no بدعة حسنة. بل كلها ضلالات. All of كلها it, سيئة. All of it is as the prophet said. كل بدعة. أينما في السنن. In the sunnah. فيه سنة حسنة وسنة سيئة. There is a سنة حسنة and there is سنة سيئة. Bad sunnah and good sunnah. والمثال يوضح المقال. The example will explain it. هذا الرجل الذي جاء بالصرة. This person came with the luggage or the package. كان سببا لأن يأتي الناس بعد ذلك بصدقاتهم. He is the one make those people start doing like him and copy him. الآن أخونا جميل. Our prophet Jamil. قلنا بأنه استتر بسترة شرعية. He did actually cover front of his way to pray with something Islamically. قفها قفها أو قفها أو قفها. Now we're gonna teach one of those brother exactly. أو قفها. أيوة أحسن. That's it. That's exactly. فهذه سنة حسنة. That's a sunnah حسنة. We did learn. لجميل أجرها. Our Jamil brother will get reward inshallah. وأجر من عمل بها بها بعد ذلك وهذا أولهم. So this is you get rewarded for this job because he did. هاي أول حسناتك يا جميل. فرحة طلعوا كيف ما شاء الله ابتسمة ابتسامة عريضة فهذه أول حسناتك الحمد لله. وستأتيك الحسنات بعد ذلك إن شاء الله إن شاء الله فهذه سنة حسنة يا إخوان الكرام الآن السترة أصلها سنة ولا لا فهو سنة أي خط طريقا حسنة لشيء مشروع بينما البدعة شيء غير مشروع The bid'ah, it's not something been supposed to do it. ومن هنا جاء قول عمر رضي الله تعالى عنه. The companion عمر رضي الله عنه said. لما شرع للناس أن يجتمعوا في صلاة التراويح. He did tell people to gather to pray تراويح together. ومر عليهم وهم يصلون. He came to them when they used to pray together. فقال نعم البدعة هذه. He said this is a good bid'ah. لكن هذه البدعة بالمعنى اللغوي دون المعنى الشرعي الاصطلاحي. He didn't mean innovation. He mean it's something like rewarded because they gather and pray. This is praying together. لأن صلاة التراويح أصلا هي سنة نبوية. Because the تراويح it's a sunnah. It's not something bad. امتنع عنها النبي صلى الله عليه وسلم لعلة. The prophet stopped doing it for a reason. هذه العلة حتى لا تفرض على المسلمين. Because he doesn't want that to become fard for Muslims. بوفاة النبي صلى الله عليه وسلم زالت العلة. After the Prophet صلى الله عليه وسلم passed away, so the reason for stopping doing it, it's been cleared now, so they can do it again. فزال الحكم. So the order been released. فأعاد عمر رضي الله تعالى عنه هذه السنة وأحياها. عمر رضي الله عنه he did start doing it again, so he did renew it. فكلما اجتمع المسلمون على صلاة التراويح إلى يوم القيامة. Every time Muslim gather for صلاة التراويح together. فلعمر رضي الله تعالى عنه مثل أجرهم. The companion عمر رضي الله عنه he get rewarded inshallah for the same way. فأين البدعة في فعل عمر؟ And there is nothing بدعة in this job. ليس ثمة بدعة. There is no بدعة in this. وتبقى كل بدعة ضلالة كما قال المصطفى عليه الصلاة والسلام. And all بدعة it will stay for the rest.
ومن سن في الإسلام سنة سيئة. And everyone did sunnah, the good things in Islam. سواء كان بداية من عنده أو أحيا سنة سيئة. He did make a bad sunnah. فعليه وزرها وزر من عمل بها. Whatever you do bad sunnah, Allah will reward those people did the same way you did it. وبين النبي صلى الله عليه وسلم. And the Prophet did show us how the way. مثال على ذلك. An example for that. فقال ما من نفس تقتل ظلما. Anyone can hurt or harm someone, innocent people. إلا كان على ابن آدم الأول. For the first son of Adam. كفل من وزرها. He will actually be in, for example. لأنه كان أول من سن القتل. Who's the first a human? He start killing others innocent. He's gonna get punished because everyone copy him now. فهناك سنن سيئة والعياذ بالله. There is bad sunan. We cannot do it. فعلها بعض الناس. People done it before. والناس تابعوهم فيها. And the others they follow them to do it again. مثلا الذي قال بأن القرآن مخلوق. For example, they said the Quran been created. This is one of the sunnah. وألزم الناس بعد ذلك أن يقولوا القرآن مخلوق. This is one of the bad sunnah. You can't say this is sunnah that Quran been created and make people believe it. وصار الناس يقولون كقوله. And people start saying the same. Oh yeah, the Quran has been created. هذا سن سنة سيئة عليه وزرها وزر من عمل بها إلى يوم القيامة. So they think now whatever he said is the correct, but he's gonna get wizard, which is mean punished in the day of judgment for people believe it and for him too. الذي قال أن اليهودية والنصرانية والإسلام ديانات توحيد ثلاثة. Whoever said those three religion, Islam, either Christian, Jewish, and Muslim, they are religion of God. وجاء وتابعه الناس بعد ذلك فيقولون ديانات التوحيد الثلاثة. And they all they do the توحيد the same. No, they not do the same توحيد. Only Muslim Sunnah they do the توحيد. ويترك قول الله عز وجل وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله. For those people say عزير, the Jewish said عزير, he is a son of God, and the Christian said Jesus son of God, they are not actually the same. فهذا سن في الإسلام سنة سيئة. This is creating a bad sunnah in the Islam. It's not. والأمثلة كثيرة. There's many. يصعب حصرها وإنما ضربنا هذين المثالين. This is just the first example. We have many examples to say. وهي توضح المقال. To make sure, make it clear for everyone. الحديث الحادي والعشرون. The hadith the 21th. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما. جابر said رضي الله عنهما. في الحديث إن من موجبات المغفرة إدخالك السرور على أخيك المسلم. Bringing like happiness or make your brother happy. إشباع جوعته. Feed him if he's hungry. وتنفيس كربته. And help him to solve his problems. وهذا الحديث بعضه جاء في أحاديث سابقة. As many hadith look the same. في تنفيس الكرب. وتفريجها. To help those Muslim brothers. وبعضها في إشباع الجوع وإطعام الجائع. And some of them for feeding those hungry people. ومنها من هذه الأحاديث ذكرنا ونذكر الآن. We did say some hadith and we're going to mention some hadith now. أيما مسلم كسى مسلما ثوبا. Any Muslim dress Muslim dress. كان في حفظ الله ما بقيت عليه منه رقعة. He will be protected with God till the last piece of the cloth. ومن هذه الأحاديث أيما أهل عرصة أيما أهل عرصة يعني ساحة حي. Any of those villager. ظل فيهم امرؤ جائعا. One of them is hungry. فقد برئت منهم ذمة الله. Allah will not actually satisfy with those people. Have someone in the village, he's hungry. They are in charge. They should help him. وفي حديث آخر. In those hadith.
من سر مؤمنا فإنما يسر الله عز وجل. Whoever makes Muslim person happy, Allah will be happy too. ومن عظم مؤمنا Whoever bless Muslim or make him happy, فإنما يعظم الله عز وجل. Allah will make him great too. ومن أكرم مؤمنا فإنما يكرم الله عز وجل. Whoever been kind with Muslim, Allah will be kind with him too. وهذه الأحاديث الأربعة the fourth hadith كلها تدلل على مراعاة أحوال المسلمين. All of them ask us to help all Muslims. بإدخال السرور على قلوبهم. To make them happy. بكسوتهم إن احتاجوا. If they need a clothes, they need food, they need help with their problems. بإطعامهم إن احتاجوا. If you feed them also, that also makes them happy. بعلاجهم إن احتاجوا. If they need medication, any health care. بتزويجهم إن احتاجوا. Found them a wife like me. فإذا احتاجوا شيء تعينهم. وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. Allah asks us to gather for the good things and asks us to not gather for the bad things. الحديث الثاني والعشرون. The 22nd. نعم. بطرقه. يعني من الأمس نتكلم عن إنه هذا الكتاب أكثر وأحاديث ضعيفة وموضوعة لكن ينزل تحت أصل عام ما أنت محضر إيش معنى بدنا نعيدك إياها عاد بكري محاضرة امبارح أرجع لها اسمها مدخل إلى الأربعين في اصطناع المعروف الحديث الثاني والعشرون حديث 22nd عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال Abu Hurairah radiallahu anhu said, the Prophet said to him, من فرج عن أخيه المؤمن كربة من كرب الدنيا Whoever makes his Muslim brother like فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة If you try to help your Muslim brother in this life, Allah will help you in the day of judgment. ومن ستر على مسلم ستر الله عليه في الدنيا والآخرة. Whoever protect and cover his Muslim in the dunya, Allah will protect him and cover him in the day of judgment. والله تعالى في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. Allah always in your way and your help when you help others. وهذا الحديث قد تكرر أكثر من مرة. This hadith been repeating and mentions more than one time. وذكرناه كاملا أيضا قبل قليل. We said all like a couple of minutes ago. ونعيده ففي إعادته في الإعادة إفادة. We're gonna repeat it and we inshallah get rewarded and get to repeat it again. وتمامه من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا. Whoever tried to release a problem for his brother, like the sheikh trying to say, I want to help you, Allah will help you with that too. نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. The day of judgment, Allah will stand with you when you help someone else. ومن يسر على معسر. Whoever tried to make it easy for someone have problem. يسر الله عليه في الدنيا والآخرة. Allah will make it easy for you in the day of judgment. ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة. Whoever cover Muslim in the dunya, Allah will cover him in the day of judgment. والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. Allah in your way and your help when you help your other Muslim. ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما. Whoever take a road for studying and knowledge. سهل الله له به طريقا إلى الجنة. Allah will make it easy for you to the heaven. وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله. Whoever people gathering to ask Allah and talk about Islam. يتلون كتاب الله تعالى reading the Quran ويتدارسونه بينهم and study إلا نزلت عليهم السكينة and Allah will make us come and وغشيتهم الرحمة Allah will give us the mercy وحفتهم الملائكة and the angels protect us and bless وذكرهم الله في من عنده Allah always mention us in the way we're sitting ومن أبطأ به عمله whoever makes his job slow لم يسرع به نسبه. Nobody gonna like care about his family. فلا تعتمدوا على أنسابكم وأصولكم. Don't
think if you are a famous family. وَاعْمَلُوا بِمَا يُنَجِّيكُمْ عِنْدَ رَبِّكُمْ. Just make sure you do something, make you survive and make it to the heaven, inshallah, in Allah. وَاحْرِصُوا عَلَى مِثْلِ هَذِهِ الْمَجَارِسِ يَا إِخْوَانِي. Make sure sit like this type of lectures. في بيوت الله سبحانه وتعالى. The house of Allah, masjid and schools. في كل يوم في الصباح وفي المساء. Every day, morning and night. في الصباح لعلك تموت في ذاك اليوم. فتختم بعمل صالح. So, for example, let's say you die that day, at least make sure you die and you've done something good before you die. وفي المساء كما في هذا الوقت. Even the night the same. فلعلك تموت في هذه الليلة. You might be dying the night, so make sure you did something good before you die. فتختم بعمل صالح. And you just seal it with something good. You just pass away with something good. وكلنا إما سيموت في النهار وإما سيموت في الليل. We're all gonna die, maybe in the morning, maybe in the night. فاحرص لنفسك أن تختم يومك بعمل صالح. Make sure you seal your day with something good. خاصة وأنه يقال لك في آخر المجلس. Even especially when we say in the end of this lecture. قوموا مغفورا لكم قد بدلت سيئاتكم حسنات. Stand up, Allah will change your bad credits to the good hasanat. فلو لم يكن لهذه المجالس فضيلة إلا هذا لكفى. Allah said this, I mean, Sheikh said, if there is no good things in these type of lecture, we don't need it, but there is good things. الحديث الثالث والعشرون. The hadith 23. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال. عن ابن عمر رضي الله عنهما said. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. Our Prophet صلى الله عليه وسلم said. المسلم أخو المسلم. The Muslim is the brother of other Muslim. لا يظلمه. You have to be fair. ولا يسلمه. يسلمه. It's like don't like cheat or try to snitch, like snitch. Snitching. Yeah, something like don't give up on him or just stay with him and protect him. ومن كان في حاجة أخيه. Whoever asks his brother for help, كان الله في حاجته. Allah will help him in his also. ومن فرج عن مسلم كربة من كرب الدنيا. Whoever make Muslim happy, try to help him with something. Allah فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. Allah in the day of judgment, he will release something bad in the day of judgment for him. ومن ستر على مسلم ستره الله في الدنيا والآخرة. Whoever cover his Muslim in the dunya, Allah will cover him in the day of judgment. وهذا حديث رواه البخاري ومسلم. This has been mentioned in Muslim and Bukhari. ومن شواهده أيضا. Those witness on this hadith. ما في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة. صحيح مسلم أبو هريرة said. لا تحاسدوا. قل له شو معنى تحاسدوا يا أبو محمد عشان يفتح لي يلا. لا تحاسدوا. Envy, yalla. Envy. Envy. ولا تباغضوا. ولا تباغضوا, which is mean like don't hate someone, like no hate, no. ولا تناجشوا. النجش اللي هو انك تبيع على بيع اخيك بالزياده. So don't like do competition. My brother sells something, I want to make it different price. So this is. ولا يبيع بعضكم على بيع بعض. And don't sell some stuff and the other will same this, do the like competition, same competition way. وكونوا عباد الله إخوانا. And be our brothers, it's a Muslim community, brothers. المسلم وأخو المسلم. The Muslim is a brother of Muslim. لا يظلمه. It doesn't hurt him and doesn't make him. ولا يخذله. It never like. Cheat and snitch on him, like snitching, like someone tried to cheat. ولا يحقره. يحقره. Like, yeah, it's like. اتفقوا. Not put him down. It's something closer. يحقره. It's. التقوى ها هنا. Yeah. التقوى ها هنا. Disgrace him. Might be that's closer. تفكتوا ولا لسه؟ Yeah, put him down. طيب.
التقوى ها هنا. التقوى is inside the heart. ويشير إلى صدره. Three times the prophet said. التقوى. ثلاث مرات. التقوى ها هنا. التقوى ها هنا. التقوى ها هنا. The prophet mentioned three times the تقوى, fear of Allah Azza wa Jal here three times. بحسب امرئ من الشر. Whoever those bad people did. أن يحقر أخاه المسلم. Snitching on his brother. كل المسلم على المسلم حرام. Everything on between Muslim brothers is haram. دمه. His blood and his. وماله. His money and his family. وعرضه. So you can't take money from your brother, stealing money from your brother. This is what the hadith mean. You can't take money without your brother permission. You can't steal his money. You should give it to him back. نؤذن ولا نكمل؟ طيب. نؤذن إن شاء الله ثم نكمل إن شاء الله. إلى السابعة ربع ساعة هكذا بسم الله جزاك الله خير شيخ. طيب يا إخواني بارك الله فيكم الذي له سؤال وأولهم أنت أخلي سؤال. نعم one of the brother have a questions. نعم بقول لك كان يصلي وأمنا عائشة كانت أمامه هذا يعتبر سترة طيب. هناك فرق بين الجالس أو النائم There is a difference between you standing or sitting or sleeping فنستتر به So you can take it as like يعني protected قم. Let's say this brother he's standing up مثلا هذا الأخ الآن يريد أن يستتر بهذا so هذا الجالس أو بك ما في حرج. Because the same way when you pray, so they are in front of you, and you pray behind. It's going to be a sitter for you. لو أنك مضطجع الآن. If you're sleepy. نعم. Try to sleep. طج. استتر وراك خلفك أين المشكلة؟ ما في مشكلة. There is no problem. But if moving, I think it's just because moving. المشكل في الذي يتحرك. في المتحرك هو بيسألك وليس في الثابت بيسألك على اساس انه بس اللي عشان اللي بيتحركوا ولا اللي ثابتين ما فهمت هو يقصد المرأة it's no because سواء كان رجل او امرأة طالما انه ثابت فلا حرج حتى ولو كان دابة طالما انه ثابت كان النبي صلى الله عليه وسلم يستتر بالبعير even if there is like animals in front of you it's going to be not moving Anything not moving, it's, you can take it as sitra. الثابت يستتر به. Anything not moving, نعم. it's good. ها؟ يعني أنت ما أنت عارف أنت بدك بس تضيع علينا الوقت. هذا سؤال غير هذا السؤال. بس يا شيخ في النساء الفتوى تختلف للنساء يجب أن تأخذ حجر من الرجال. بتختلف فيه عن الراجل. طبعا هو في واحد بده يستتر في يعني امرأة مش من محارمه أو مش زوجته يعني هو بده يروح على امرأة في المكتب عنده يصلي وراها يستتر فيها بعدين معك يا أبو محمد نعم هو هذا وضح المسألة أكثر يعني واحد يريد أن يستتر في امرأة في المسجد الحرام في المسجد النبوي ليست من محارمه يستتر بها طالما أنها ثابتة لا تتحرك ما في مشكلة يا إخوان. If it's نعم. not moving it's fine you can take it. هذا قصدك. بس أنت عربي ما استطعت أن تفسح. الأعجمي استطاع أن يفسح أكثر منك. عربي ولا أعجمي؟ أعجمي. أعجمي ها. نعم. طيب غيره يا إخواني. أفضل يا عربي يلا. يا بلدياتنا يا عظام رقبتنا أنت. لا سنسكريت يحكي نعم طيب أحسنت أخونا أبو محمد بيسأل سؤال يعني من أخذ من
أخذ الأجرة على أو أخذ الهدية على الشفاعة يتعارض مع حديث من أدى إليكم أو من صنع لكم معروفا فكافئوه، هل يتعارض هذا مع هذا؟ الجواب لا تعارض بين هذا وذاك. كيف؟ اسأل السؤال في الأول. So the brother asked about the Prophet said in one hadith, if someone try to do something good for you, you make sure you did something good to him back. Give him, but not a gift. But the Prophet doesn't say give a gift. Like من عمل منكم معروف فكافئوا. من صنع إليكم معروفا فكافئوا. Whoever did for you a good معروف, which is something good, you should give him rewarded. طيب الآن يا إخوان الكرام، هناك معطي وهناك آخذ. Someone's can take and someone giving. وهناك شفيع وهناك مشفع فيه. Someone شفاعة وحكينا إحنا إيش؟ Intersections. The brother tried to say, if I do intersection for you, so you should give me a gifts. But the Prophet said, don't accept that gifts. Now they ask the Sheikh how those hadith get they're gonna be together. So the Sheikh wanna explain how we're gonna work with this. والمكافأة لا يلزم منها أن تكون شيئا ماديا. So the reward is not necessary to be like money or something you can gifts like just maybe dua, it's enough. لأن في نفس الحديث the same hadith the Prophet mentioned قال عليه الصلاة والسلام فإن لم تجدوا ما تكافئوه فادعوا له حتى تظنوا أنكم قد كافأتم. So if you don't know what to give him, just make dua for him so you get rewarded. فأنت كونه صنع إليك معروفا because if somebody did for you a good things فتبادر بمكافأته and make sure you like give him rewarded for that. وهو الواجب عليه ألا يأخذ الذي تقدمه له مقابل هذا المعروف الذي قدمته. He must accept whatever you want to give him back from. والمعروف أشمل من الشفاعة. And the معروف which is the good things is more covering reward wipe the. فإذا أخذت مقابل هذا المعروف الذي هو أعم من الشفاعة لا حرج عليك. So whatever you take from that brother. It's more than actually rewarded from. أما في الشفاعة تردها. The شفاعة intersection you should give it back. So don't. لأنها باب من أبواب الربا. This is one of those door of the interest ربا. يعني بمعنى أنت مررت عن أخيك وقد تعطلت سيارته في الطريق. Let's give an example. فساعدته. Someone had a problem in his car and tried to help them. هذا معروف أم غير معروف؟ They call it معروف. This is like I did him a favor, did help him up. بعد أن ساعدته. After I helped him. أخرج علبة أدوات من العدة مثلاً قال هذه لك وجزاك الله خيراً. هذه هدية لك. After you help him, he tried to give you something like tools or anything from the car. ما في مشكل. There's nothing wrong with it. قال لك يا أخي معك جوال؟ قلت لا والله ما عندي جوال. Did he ask you for the cell phone? Maybe he tried to. قال اقبل مني هذا الجوال. He said, okay, can you take this gift for you as a cell phone? هذه هذا معروف. أنت فعلت معروف. لكن نحن نتكلم عن الشفاعة. الشفاعة. شفاعة. It's different. نعم. والأمثلة تتسع. نعم. غيره يا إخواني. تفضل. ما في بدعة حسنة. All بدعات not حسنة. All بدعات حرام. Because the Prophet said every بدعة. كل بدعة ضلالة. تكلمنا أنت ما كنت موجود. No, that one it's سنة حسنة. قلنا أن عمر أراد بالبدعة المعنى اللغوي دون المعنى الاصطلاحي. بين المعنى الاصطلاحي الشرعي أنه سن سنة حسنة في إحياء صلاة التراويح. Because the Prophet done it before. But the bid'ah, that's the Prophet never done it before. يعني السنة الحسنة أن الرسول فعلها من قبل وتوقف وزال العذر والبدعه لم يفعلها الرسول صلى الله عليه وسلم ولا صحابته. نعم. غيره يا إخواني. Any questions? تفضل. ذراع. أحسن. Distant المسافة الارتفاع. وبينك وبينها ممر الشاة. يعني بعرض هذا اللابتوب ممر الشاة تقريبا ايش شبر it's like
1 feet. يكون بينك وبين السترة بقدر شبر فما دون يعني لا تكثر. للحديث قال فليصلي إلى سترة وليدن منها يعني يقترب، لا تخلي رأسك ينطحها ولا تكون بعيد عنها. بعدها ما يضرك. نعم نعم غيره يا إخواني تفضل. السترة ذراع بينك وبينها ممر الشاة. بدنا نسمع سؤال الأخ. بحكي لك يا شيخ عن حكم معاناة النصارى الاحتفال بالكريسماس وال العيد يعني عيد عيد الميلاد عيد الفصح عندهم. ما مرة ثانية سؤال. يسأل إنه في علماء حرموا حتى تقول ميري كريسماس أو كل عام بتخيك يعني تعايد النصارى معايدتهم في أعيادهم. أعياد النصارى وغير المسلمين بشكل عام يهود هندوس بوذيين أي أعياد غير المسلمين مبنية على أديانهم الباطلة، وبالتالي تهنئة أي إنسان غير مسلم بعيده أنت تهنئه بدينه الباطل المبني على هذا العيد المبني على شيء باطل في دينه. فلا يجوز تهنئته به. The reason why we don't say Merry Christmas for Christian or celebrating other Eid than Eid al-Fitr and Al-Adha, because when you say Merry Christmas for someone, like you are agreed that Jesus is Son of God, that's you agree Jesus is Son, He's the God, and you destroying what the Prophet said. So you're not supposed to be, celebrate any holidays except the Islam, because the Prophet mentioned we have two Eid only, Eid al-Fitr and Eid al-Adha. So you're not supposed to be... We're not all supposed to, you know, say Merry Christmas, Happy Valentine. No, only just for Muslims, because you agree, which is bab ta'awun al birr wa taqwa, ta'awun al ithm al udwan. You're not supposed to help them to believe that Jesus is Son of God or Jesus, He's a God. So this is the meaning why haram it's... حتى الأعياد التي ابتدعها المسلمون. Even some Muslim, they did create some bid'ah. لا يجوز الاحتفال بها. It's like the مولد النبوي. عيد المولد النبوي، الإسراء والمعراج، الهجرة النبوية، عيد أعياد الميلاد للأبناء والبنات والأزواج والزوجات وعيد الزواج وعيد النجاح وعيد هذه كلها أعياد ما أنزل الله بها من سلطان. Only الثورة وعيد الاستقلال. Only Muslim they celebrate two Eid. The Prophet said we have only two holidays. From where they come out with the Prophet holiday, the day he's born, the day of Hijra, Isra and Mi'raj, we don't celebrate that because the Sahaba, they never done this. And إذا بتسمح لي يا شيخ أنا أعلق على موضوع أعلق زي ما بدك بعد إذن الأخوة. لما يأتي إنسان ويسألك عن ليه أنتم بتحرموا الاحتفال في المولد النبوي، فقط قول له هل أنتم أهدى من أصحاب محمد عليه السلام؟ مين أحب للرسول؟ الصحابة. من أحب الرسول قبلنا؟ الصحابة. لماذا لم يحتفلوا فيه؟ Why those prophet companion they never celebrate the day the prophet he born? Because if they are love the prophet more than us, they should do it before us. But they never done this before. That's the reason we never celebrate the day of the prophet صلى الله عليه وسلم he born or Isra and Mi'raj, all these bid'ah days. طيب نكتفي بهذا وبهذا وغدا نلتقي بكم إن شاء الله. جزاك الله خير يا شيخ. اعلن عما تريد أن تعلن عنه. سبحانك اللهم وبحمدك. نشهد أن لا إله إلا أنت. نستغفرك ونتوب إليك. جزاك الله خير يا شيخ. تفضل. بفعل يعني مع اعادته.
تقدم على شيء أكثر مما يجب عليه ويعطيك أحيانا نقشة كرمية على هذه زي ما تقول، هل تعتبر هذه لا هذه من المكافأة على المعروف لا حرج. الشفاعة يعني الشيخ وضح لهم أكثر، أنا فهمت قصد الأخوة. الشفاعة يعني أنا عفيت عنك مثلا من الجزية أو مثلا في عفوا فدية، أنا مثلا دعست أخوي أو ضربت ابني وشفعته خلاص، ما في انك تعطي مشيك شيخ المعنى او ممكن يعني لا يعني خلاص قد تكون الشفاعه خارج منطق عمل بتاعك او الشغل تبعك. المعروف واسع، الشفاعه شيء ضيق جدا. الشفاعه انك تتوسط، يعني نقولها بطريقه عاميه، تتواسط لواحد عند مسؤول يقضي له حاجه، هذه الشفاعة. تتواصلت له عند القاضي ما يحكمش، تتواصلت له عند الشرطي ما يحبسوش، تتواصلت له عند المسؤولين. أما مساعدة الناس معروف. نعم، يعني واحد مثلا مع أغراض عاونته فيها وقال لك مثلا خذ لك حبة الفاكهة أو حبة ملبس مثلا، ما في حرج لأنه هذه مش شفاعة. The shafa'a, the Sheikh was mentioning Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. So the question is, what's the difference between shafa'a and ma'roof? Al-ma'roof, it's so easy. Like you help someone to deliver something or pick up something or do him a favor. Like, let's say, can you just help me to pick up this box? It's too heavy. And he give you something. This is acceptable as a gift. But shafa'a is different. Like I ask you, go into the jail, or you talk to the senator or to the president, or please let them forgive me. And the president listen to you. This is meaning shafa'a. So they forgive him because you said that and they trust you. And also the person after that, he walked to you and he said, I will not give you a gift because you helped me. You saved my life. I was going to jail, or they're going to kill me, or whatever they're going to do, hang me. So this is one of the type of the shafa'a. So now we understand shafa'a. You're not supposed to accept gift. If someone try to give you that gift, don't accept it, because the hadith of Prophet ﷺ said, don't accept it.